السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا ومرحبا بمتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو في تجربة جديدة وسيارة جديدة. السيارة اللي معانا اليوم هي ألفا روميو ستيلفيو فالاتشي موديل 2022. وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. طبعاً الاسم ألفا روميو مش معروف عندنا في المنطقة كثير، وخاصة في السعودية، لكن بعد دمج شركة كرايسلر الأمريكية مع فيات الإيطالية، بدأت شركة فيات كرايسلر تحط مخطط لنقل الماركات اللي تملكها زي فيات إلى الأسواق العالمية في فئات معينة وجودة عالية. ومن الماركات اللي تملكها شركة فيات هي ألفا روميو. سيارة اليوم هي ألفا روميو ستيلفيو فالاتشي موديل 2022، والاسم ستيلفيو جاي من اسم المنعطفات والملفات الشهيرة في جبال الألب الإيطالية، وداخلة في فئة المنافسة فيها شرسة. وأنا أتوقع أنه هذه السيارة SUV كروس أوفر المتوسطة الفاخرة هتلاقي اهتمام من الزبائن اللي بيركزوا على أداء السيارة، وتنافس الألفا روميو ستيلفيو فالاتشي كل من بورشا مكان وبي ام دبليو اكس 3 ورينج روفر ايفوك ومرسيدس جي ال سي واودي كيو 5. وبعد السيارة الطول 468.7 سنتيمتر، والعرض 190.3 سنتيمتر، والارتفاع 163.2 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 281.8 سنتيمتر. التصميم الخارجي لستيلفيو فالاتشي، ألفا روميو بتقول إنه تصميم ستيلفيو هو التقاء الأناقة والأداء الرياضي مع خطوط ستيلفيو، وهذا حقيقة ما يفاجئني. ليه؟ لأن السيارة إيطالية. في الواقع شكلها الخارجي يبدو لي وكأنه جوليا واجن. الواجهة الأمامية هي تقريبا نفسها، ونشوف أجزاء من هيكل السيارة جاية باللون الأسود زي حواف النوافذ الجانبية وشبك التهوية الأمامي والشعار كمان. شبكة التهوية الأمامي في السنتر اللي تسميه ألفا روميو درع ألفا روميو على شكل الحرف V، أطول شوية ونازل يجي بمسار رقيق، والأضواء الأمامية تكيفية ثنائية زينون بتعطي 35 واط في جميع الظروف. ومن جانب السيارة في الأعلى روف راق قضبان سقف باللون الأسود اللميع، طبعا على حسب الطراز، والطراز اللي معانا هذا ما فيه اللي هو الروف راق. الخطوط اللي تبر شخصية السيارة اللي جاية من جوانب السيارة إلى الصدام الخلفي كلها مشابهة للجوليا كوادرافوليو. المراية الجانبية قابلة للطي كهربائيا، مزودة بنظام مراقبة النقطة العمياء، وطبعا نشوف مقابض الأبواب تجي بلون هيكل السيارة، تعمل بالبصمة وفيها إنارة. تعالوا خلينا نتكلم عن اللي هي جنوط. طبعا تيجي ألفا روميو ستيلفيو فالاتشي بجنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة، ولون المكابح ملونة يا أحمر أو أصفر. حقيقة أنا شايف الجزء الوحيد اللي ما كانوا موفقين فيه المصممين هو الواجهة الخلفية. يبدو لي أنه ألفا روميو حاولوا أنه يعطوا ستيلفيو منحدر رقيق هاتش باك، لكن النتيجة أن الواجهة الخلفية أصبحت منتفخة أكثر من اللازم، وهذه وجهة نظري أنا الشخصية. الواجهة الخلفية تصميمها مختلف جدا. في الأعلى هوائي على شكل زعنف القرش، وفروا جناح أعلى الزجاج الخلفي، وفي الوسط أضواء المكابح. الأضواء الخلفية تصميمها مميز، ونشوف تقوسات وثنايا حادة تعطي مظهر أنيق، والصدام الخلفي مدمج معاه فتحات العادم الدائرية اللي هي 2 في كل جانب، طبعا جاية بلون داكن، وفي الوسط شبك تهوية سفلي وأسفله الدفيوزر، وكمان يجي فيها فتحة سقف. مساحة صندوق الأمتع 525 لتر، وهي تعتبر منافسة في فئتها، ويفتح باب صندوق الأمتعة آلياً من غير يدين فقط بتمرير القدم أسفل الصدام. وعملنا مقارنة ما بينها وبين منافساتها من ناحية مساحة صندوق الأمتعة، هتظهر أمامكم على الشاشة.
المزايا الموجودة في صندوق الأمتعة زي ما انتم شايفين في اللي هو ستارة واقي من أشعة الشمس موجودة هنا، نحطها كذلك هنا نشوف اللي هو مشدين اثنين على جوانب صندوق الأمتعة، لما نشدها هذه بتعمل ريليس لظهر مقاعد اللي هي الخلفية زي كده وتعطيك مساحة أكثر للتخزين. وشوف كمان هنا على يسار صندوق الأمتعة فوق عاملين اللي هي زي الهوكات موجودة هنا على الجوانب، وجنبها اللي هو إيش منفذ كهرباء 12 فولت وكذلك إضاءة 2 موجودة LED. وننزل لتحت هنا نشوف في 4 هوكات موجودة لتثبيت الأغراض على صندوق الأمتعة، ولما نرفع اللي هو سطح صندوق الأمتعة نشوف اللي هو الإطار السبير والعدة موجودة تحت هنا تحت الإطار، وكذلك هناك هذه اللي موجودة هناك، والصندوق الموجود هناك اللي هو جهاز لتعبئة أو تشيك اللي هو ضغط الهواء في الإطارات وتعبئته كمان، ومثلث الطوارئ زي ما انتم شايفين. هذه هي العدة اللي موجودة أسفل صندوق الأمتعة. بس خلينا إيش ننزل اللي هو السطح ونشوف على اليسار هناك في حوض موجود لتثبيت أغراض للتخزين. هذه كل الأشياء والمزايا اللي موجودة في السطح أو موجودة في صندوق الأمتعة. وفي الأعلى هنا نشوف جزء من الستارة مثبتة في داخلية الزجاج الخلفي. هذه لما تسكر اللي هو باب صندوق الأمتعة بيتم إغلاق خلينا نقول الستارتين هذه على الأغراض اللي هي موجودة أو مخزنة في صندوق الأمتعة، إغلاق تام ما بيدخل فيها لا الحرارة ولا أشعة الشمس. ألفا روميو ستيلفيو بتصنع في مصنع الفاكسينو في فرزينوني في إيطاليا، والستيلفيو مبنية على قاعدة عجلات جوليا. الستيلفيو فالاتشي تيجي بمحرك سعته لترين 4 سلندر إن لاين بتربو تشارج، بيعطي قوة 280 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام الدفع أول ويل درايف على كل العجلات بالتساوي. وزن السيارة 1660 كيلوغرام، والسرعة القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتسارعها من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 من عشرة ثانية، وسعة خزان الوقود 64 لتر. وعملنا مقارنة ما بينها وبين منافسيها من ناحية سعة وقوة وعزم دوران المحرك، هتظهر أمامكم على الشاشة. في الستيلفيو 16 صمام اللي هو سينجل اوفر هيد كام 4 سلندر حق مباشر، وفي نظام فيات اللي هو مالتي اير فاريبل فالف لايف. المحرك بيعطي عزم دوران كامل بدايه من سرعه 2250 الى 4500 دوره في الدقيقه. وشركة ألفا بتقول أنه نظام الدفع على كل العجلات هذا عنده الإمكانية أنه يرسل ما يصل إلى 60% من عزم الدوران إلى المحور الأمامي عند الضرورة والحاجة. هو مربوط مع وحدة تحكم المجال في الشاسيه للستيلفيو اللي هي شاسي دومين كنترول CDC، وكمان درايفر أدجستبل ألفا ودي ان اي درايفر مود سيستم. طبعا نظام دي ان اي لوضعية القيادة قابل للتعديل اللي يعطي السائق الاختيار بين وضعيات مثل دايناميك وطبيعي اللي هي ناتشرال، ووضعية كفاءة متقدمة لتعديل استجابة دواسة البنزين، وزيادة الضغط، وإعدادات لنظام التعليق التكيفي في الفولوتشي والكوادرافيليو. في الكوادرافيليو تسمى دي ان اي برو، في حين في الموديل الستيلفيو الستاندر ما يتوفر فيها نظام التعليق المتكيف للتخميد. واحدة من المزايا اللي بتتكلم عنها انه انا شايف انه ألفا استخدموا ألمنيوم على نطاق واسع في بناء كل ستيلفيو، داخل فيها جزء الهيكل الامامي والخلفي ومكونات نظام التعليق، التحكم بالاذرع في الامام وفي الخلف، نظام مالتي لينك المتعدد، وكمان الابواب ورفارف السيارة والكروس ممبر الخلفي جزء مصنوع من المركب البلاستيكي لتخفيف وزن السيارة اكثر. تصميم المقصورة الداخلية، وهنا يجي الكلام. ألفا روميو بتقول إنه مستوحى من أناقة الذوق الإيطالي الكلاسيكي، تناغم بين أقصى درجات الراحة والأمان والكفاءة كمان، لكن مش على حساب الجمالية. المقصورة الداخلية تتوفر بشاشة مقاس 7 بوصات راس TFT،
واثنين من أجهزة القياسات التقليدية اللي توفر معلومات للسائق طبعاً تقليدية تيجي أبيض على أسود. المقاعد جلد بتحكم كهربائي لمقعد السائق مع الذاكرة ومدفعة، وفي كمان تعدلها بتمانية وضعيات أو اتجاهات تيجي باللون الأحمر أو الأسود أو البني الداكن. عجلة القيادة متعددة الوظائف، أسفلها مسطح مستوحاة من سيارات سباق الفورمولا 1، ونظام تكييف، نظام التكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقتين، والزر لتشغيل المحرك موجود هنا، وطبعا كاميرا خلفية وكذلك حساسات خلفية للوقوف في المواقف، وفتحة سقف تيجي ستاندرد، ونظام ألفا كيو 4 الدفع على كل العجلات يجي ستاندرد لكل الطرازات والموديلات كمان. وتوفر داخل المقصورة تقليم زي المعدني موجود هنا، وكذلك موجود داخل الأبواب، وكمان شاشة معلومات وترفيه مقاس 8.8 بوصات تعمل باللمس يو كونكت، مع دعم أبل كاربلاي، ونظام تكييف إلكتروني مثل ما قلت، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي من هارمن كاردان بقوة 900 واط مع مجموعة مؤلفة من 14 سماعة مع أمبليفاير. وعلى الأبواب موجودة هنا هذه شريط ألمنيوم بيعطي شكل رياضي مكتوب عليه ألفا روميو. ونشوف هنا أنه موفروا أسفل نظام التكييف اللي هو فتحة USB، وهنا كذلك وفروا اللي هي حاملة أكواب 2، ونجي هنا نشوف اللي هي زر لمكابح إلكترونية، وهذا اللي هو قرص الدوار اللي هو تغيير وضعيات القيادة زي ما انتم شايفين، اللي هو DNA والN والA موجودة هنا تتحكم فيها. وعلى اليمين نشوف اللي هو زر برضو دوار أو قرص دوار اللي يتحكم بالنظام الصوتي، ترفع الصوت وتخفض الصوت، والقرص الدوار اللي موجود هنا الكبير هذا بديك تحكم زي ما انتم شايفين بالشاشة نظام المعلومات والترفيه. ولما نضغط الزر هذا طبعا بيرجع لإيش؟ لهوم. وأسفل مسند الذراع نشوف إنهم وفروا اللي هو مكان لشحن المفتاح الذكي، وهنا كذلك اللي هو منفذ كهرباء 12 فولت موجود هنا، وكذلك هنا USB وأكزولري USB Type-C، ومكان للتخزين مش كبير جدا أو عميق، إنما مكان لا بأس فيه للتخزين. هذه هي الأشياء اللي موجودة داخل اللي هو الصندوق أو مكان التخزين اللي هو تحت اللي هو مسند الذراع. والحين تعالوا معايا نروح للمقاعد الخلفية ونشوف راحة الركوب فيها كيف. الجلسة في المقاعد الخلفية لا بأس فيها، مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل. ولراحة ركاب المقاعد الخلفية نشوف أنهم وفروا أماكن للتخزين خلف ظهر المقاعد الأمامية، وكذلك فتحتين دائرية تهوية لنظام التكييف، وهذه بتساعد لراحة ركاب المقاعد الخلفية حقيقة. وأسفلها نشوف منفذين USB، واحد اللي هو العادي والثاني اللي هو Type-C. كذلك لراحة ركاب المقاعد الخلفية نشوف أنهم وفروا اللي هو تكاية في الوسط وعليها حاملة أكواب. تجهيزات السلامة والأمان متوفرة في السيارة ألفا روميو ستيلفيو فيلاتشي موديل 2022، تتوفر بأجهزة استشعار عند الركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة الخروج عن خط المسار، ونظام المساعدة على نزول المنحدرات، وكاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات مطر، وبخاخات موية لتنظيف الأنوار الأمامية أو الأضواء الأمامية، ونظام مراقبة النقطة العمياء. انطباع وحسيس القيادة، أنا شايف أن العزل الأرضي الموجود في الستيلفيو أعتبره جيد جدا، ما تحس بالارتجاجات اللي جاية من خشونة الطريق أو الإسفلت حتى على السرعات العالية. وطبعا مثل ما أنتوا عارفين الستيلفيو بتنافس في فئة الـSUV الصغيرة الفاخرة، لازم يكون نظام العزل من الأشياء اللي يهتموا فيها. وكمان جرة السيارة 20 بوصة تساعد في تخفيض دخول الضوضاء وأصوات العجلات لداخل المقصورة. ولما تغلق فتحات التكييف نلاحظ أنه ما في هواء بيدخل لداخل المقصورة، وهذا بيخفض من دخول صوت المحرك لداخل المقصورة. المراية الجانبية على الشباك أو النوافذ الجانبية مش على هيكل السيارة، وهذا بيساعد على دخول صوت الهواء من الجوانب لداخل المقصورة.
وكنت أتمنى لو كانت على هيكل السيارة. متانه هيكل السياره عاليه ونظام التعليق مثل ما قلت استخدم الومنيوم في تصنيعه. طبعا التحكم بالاذرعه في الامام وفي الخلف مالتي لينك متعدد الوصلات بيعطي السياره اداء مميز على الطريق ويخفض من دخول اصوات الطريق لداخل المقصوره. المكابح المتوفرة في الستيلفيو هي أقراص لأربع عجلات مع ABS مع نظام مساعد الفرامل والتحكم في الفرامل عند المنعطفات وتوزيع الفرامل الإلكتروني وفرامل اليد إلكترونية. كل هذه التقنيات تعطي تجربة مكابح ممتازة، والتقنيات هذه تساعد على وقوف السيارة في المكان المناسب في الوقت المناسب. كمان من إيجابيات الستيلفيو موديل 2022 إنه قيادتها مثل قيادة سيارة سيدان رياضية أكثر منها SUV. تصميم الخارجي إيطالي جميل، والسيارة هذه مجهزة بتقنيات وتكنولوجيا. واللي أخده عليها أنا حاسس إنه المقاعد الخلفية ضيقة شوية، وبصفة عامة بعض المواد المستخدمة في داخل المقصورة ممكن تكون جودتها أفضل إسوة بالمنافسين. وكمان واحد من الأشياء اللي أنا بأخدها عليها إنه ناقل الحركة اللي هو بادل شيفت اللي هو الثابت، كان بدي أشوف إنه يكون متحرك مع عجلة القيادة. وسعر السيارة ألفا روميو ستيلفيو فيلوتشي موديل 2022 يبدأ سعرها من 285,271 ريال، ما يعادل 76,072 دولار، والضمان المتوفر هو 5 سنوات أو 120,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا. وكيل ألفا روميو في السعودية هي شركة بترومين ستلانتس. وعملنا مقارنة ما بينها وبين منافسيها من ناحية السعر والضمان، حتظهر أمامكم على الشاشة. أعزائنا متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بتجربة ألفا روميو ستيلفيو فيلوتشي موديل 2022. ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa. وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم، برضو كمان أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة السيارة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا استخدام الغمازات اللي هي مؤشر الانعطاف عند الخروج من خط مسار لخط مسار ثاني، حتى تتجنبوا اللي هي مفاجأة السائقين على الطريق، ولأنه عدم الالتزام باستخدام الغمازات يعد من المسببات للحوادث. وتذكروا أنه مصانع السيارات حطوا هذه التقنية لأهميتها فاستخدموها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.